وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون تارت التوت البري، وتاني حاجه هنعملها هيكون بسكوت بشكل الخوخ. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي تارت التوت البري. ومقادير التارت بالنسبه للقاعده هيكون 9 معالق كبيره زبده بارده، 3 معالق كبيره سكر بودره، 2 كوب دقيق، 1 بيضه، وماء مثلج حسب الحاجه. اما بالنسبه للحشو هيكون 1 كوب زبده، 1 كوب سكر، 4 بيضات، 200 جرام لوز مطحون، 100 جرام دقيق، و2 كوب توت بري. هنبتدي بالقاعدة. هنحط الزبدة مع الدقيق والسكر البودرة، وهنضربهم مع بعض لحد ما يوصلوا للملمس الرملي، وبعد كده هنزود البيضة وهنشوف لو هيحتاجوا مية متلجة ولا لأ. العجينة كده بقت جاهزة. احتاجنا شوية مية قليلين قوي علشان العجينة تتجمع. كل ما قدرنا نحط مية أقل كل ما كان أحسن، لأن لما بنحط مية كتير العجينة بتبقى أنشف. احنا عايزين العجينة تبقى مفرولة وبتدوب في البق، وده بيحصل كل ما كانت كمية المية أقل أو مفيش مية خالص. فكل ما قدرنا ما نحطش مية أو نحط مية أقل كل ما يكون أحسن. فأنا حطيت مية قليل خالص على قد ما أقدر. وبعد كده طبعا بناخد العجين وبنفرده في قالب التارت. والعجينة دي مش بنخبزها الأول، بنحط فيها الحشو وهي لسه نية، وبندخلها الفرن مع الحشو وهما الاثنين مش مخبوزين من قبل كده. فحطها على جنب ونجهز الحشو وبعدين ندخلهم هما الاثنين الفرن. هنحط الزبدة والسكر والماء
وحنضربهم مع بعض، وبعد كده حنزود عليهم البيض واحده واحده. نتأكد ان الزبده مش لازقه في الجنب لما نزود البيض علشان يختلطوا ببعض كويس. ونكمل نضرب ونزود البيض. نرجع نقلب تاني ونخلطهم مع بعض تاني، وفي نفس الوقت هنقلب الدقيق مع اللوز المطحون قبل ما نضيفهم للبيض والزبدة والسكر. هنضيفهم ونقلبهم مع بعض. اوكي، وبكده يبقى الحشو بتاعنا جاهز. هنحط التوت فوق العجين وهناخد الحشو ونحطه فوق التوت. ونوزعه. ونوصله للجنب. ونسوي وهندخل الفرن على 150، لان اي حاجة فيها بيض بالشكل ده مش بنحب نحطها على اي درجة اعلى من 150 علشان ما تنفش في الاول، وبعد كده لما تطلعها من الفرن ترجع تهبط تاني بيبقى شكلها مش حلو. فهندخلها على 150 وهنسيبها في الفرن حوالي 40-45 دقيقة وندخل دي الفرن ونجيب الجاهزة عشان نقدمها مع بعض.
وده بيبقى شكل تارت التوت البري مع حشو اللوز، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة. اهلا بيكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي بسكوت على شكل الخوخ. ومقادير البسكوت: 1 كوب سكر، 3 بيض، 4 كوب دقيق، 1 كوب زيت، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر. وحشو البسكوت هيكون 2 كوب مربى خوخ، 2 كوب عين جمل مطحون. وبالنسبة للتزيين هيكون عبارة عن 0.5 كوب مية، لون طعام برتقاني، وسكر، وورق نعناع. هنبتدي بعمل البسكوت. هنحط الزيت والسكر والبيض، هنضربهم مع بعض. هنحط البيكنج باودر مع الدقيق وهنضيفه. لخليط البيض والسكر والزيت وهنقلبهم مع بعض. كده عجينة البسكوت جاهزة. هناخد قطعة منها وهنبتدي نعجنها كده في ايدنا، بس مجرد ان احنا هنكورها يعني في ايدنا، ونبتدي نشكلها على شكل كورة ونحطها في الصينية بالشكل ده. نعمل تاني اوكي، وهنفضل نكرر الحكاية دي لحد ما نخلص العجينة كلها، ونعمل عدد كور بكمية العجين. هنعملهم كلهم نفس الحجم، وبعد كده هندخلهم الفرن على درجة حرارة 170 لمدة حوالي 20 أو 25 دقيقة بالكتير، لحد ما يستووا. وبعد كده هنبتدي نحشيهم ونزوقهم مع بعض. ده بيبقى شكل البسكوت بعد ما بيطلع من الفرن. ودلوقتي هنجيب بول عشان نجهز الحشو. هنحط مربى وهنحط البندق المفروم
حنبتدي نحشي كل اثنين. وحنبتدي ننقي كل اثنين بنفس الحجم ونحشيهم مع بعض. مش عايزين نعمل زيادة قوي عشان احنا لسه هنزوقهم. واخر واحدة. اوكي كده حشيناهم كلهم. نشيل الحشو ويبقى فاضل دلوقتي نزوقهم علشان يبقى شكلهم زي شكل الخوخ. هنجيب اللون البرتقاني. دلوقتي هنبتدي نلون البسكوت علشان ياخد لون الخوخ، وبعد كده هنحطه في السكر عشان ياخد شكل الخوخ اللي هو منغمش كده شوية، السكين بتاعه أو الجلد بتاعه اللي هو مش ناعم قوي. وبعدين هنحط له نعناع من فوق علشان يبقى زي الخضرة بتاعته. هنبتدي نلون. البسكوت. وبعدين على طول وهو لسه مبلول نحطه. السكر. وادي كده عندنا اول خوخ. وبعدين هنبتدي نحط لهم ونبتدي نحطهم في طبق عشان نقدمهم، وبكده نكون عملنا مع بعض البسكوت اللي على شكل خوخ. ويا رب يكون أعجبكم ويا رب تجربوه. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأشوفكم على خير الله في الحلقة الجاية إن شاء الله.